بل الجاي تاكل مضبوط صقلوني انا ما ادري اخذ من خبز زيت هو لا زيت لا ما بزيت في مرقوف هاي ولد انت ايش ايش صار اللي جاتك منها رباط لا جا تقطع في اوتار الركبه وش هي تقطع في اوتار الركبه اوتار الركبه زين لا تقطع حمضيات حمضيات الوزن راح الله يهديك يا ابو كان بيسوي عملية يا اخي الناقة ذي لو انا عندي كان كلها محل كان بيسوي عملية بس كان بيسوي عملية بس سؤال التالي طول في عمرها رفضت قالت خلاص هذا خيرة من الله خيرة ما اختارها الله ليش بتاع كورة من نص الملعب هذا اكبر نص الملعب اطلع شوت من نص الملعب شوت ها؟ ايه شوتها شوت والله يا ولد قول يا الله هذه الناقة ذي مش تصدق انك تشبه واحد ظهير ايسر في النصر مو ظهير ايسر طه ظهير ايسر وابطي على ايام ثريمان على ايام يوم خذوا مع السهلاوي كاس شيء عبد الغني لا لا ها حسين والله فيه من الناس ها اظن كذا انا كذا والله صار فيه منها ايش ترى سوي الحالة ذي جانا سعد قبلت اي خال يا رجال ارجوك مين خال اي هو لا ايش في شر خال حسين لبت سبدك يا شيخ وجال هنا انت واجهته واجهته انا هو وش جاي فقره يعني يا درع ها درع درع وش معنى حياك الله يا حسين وبيرعى يعني والدي في عرضه من هالسبر شايب يلاه صنقع والله جاني حمضيات انا وقدني ما اشربه لكن عصير يا شيخ عديت انت ابو سعد بال صقع كله لا والله خلعتك والله مالي فيه انا رمان مالي فيه عصير عصير والله ما كيف جاني بسم الله اسمع ماجد تعين فيه مصقع البندر ها تعين فيه مصقع البندر اول جاء طلب وراح وانا فيه مصقع شفت خلص مصقع يصلح مع رز يصلح كذا ما يصلح مع رز برزان خلطه ها صقع ايه نعم اما شاده ما قد تكلت شاده لهني هو زين بس اللي فيه حسية صدر ما يصلح لي السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا خير النور حياك الله حياك الله وجه اللي ما بحرول احذوه هاي والله هاي أخذ بالع أصبح على الراس بجنب التصميم الله يمسيكم بالخير مرحبا يمسيكم النور كل يوم يجي نزل ما أكلت شيء ما أكلت شيء ولا باكل شيء ليه ليه قدر يوم إيش في لا أفطر أكل لك شيء طلب لك قرصان القرصان فيه صوتي ينقطع عليك بالمرقوق يا أبو ثقة عليك بالمرقوق باك علاك بالقرص القرص الزين يا شمشان اعطي مرقوق اعطي عن لا لا ما بابا ها الشمي صوتي يغير من قطعه الشمي ما ظننا من البحر ايه والله ايوه صدر جار يا رجال راجد الظاهر عندنا علي الظاهر تعال عايب نصلي له ركعتين عايب قلنا عيننا البارح جاء بعدك ريالتي جاء بعدك ريالتي والله طاح طلع من عند طلع من عند الاداء زي كذا لما اخذنا يسار انا قلت خلاص راحت تدري وين لقيناها؟ ظهرت ايه لقيناها عند الاداره تسوي مكتب سوق يمكن تبغى لها مخراج ايه راحت ما تأتمت معي علي راح ولد ايه يلا يجيب له الشيء والله يمكن تبغى تجحف دقيقه دقيقه تقول عيب عند مكتب سوق ايه بتنسحب
وقعت العقد؟ ايه اي وقعت خلاص جيبه عندنا وبندر. لا لا رد 350. ها؟ 350 اليوم معاشي. ايه السلام عليكم. اه والله رجل ما خلنا اليوم مكان. تعال يا شيخ. وين متعب وين هو؟ لا كويس ولا رد هاي؟ اذا ما رد اجيتهم راح ثاني مره بعد. الساعه كم؟ صدق والله الساعه كم؟ انت طالع يا رجال ما طالع معي انا اتحدى يمكن. لا لا سته سته؟ إيه؟ لا سته قدام نفطر عندك الدرون دخلت منا السيد اللي جت بعد الزاويه حتى مسجد الغربيه هناك وتخلص جت عند الجلسه قبل فجر تبع عند الجلسه طلع وتدخل على الغرفه حقت ابو عبد الله. والله كنت تعرف المدير والله يا عظيم نفسك اذا طلعت كذا ما راحت كذا ما معنا نطلب ابو عبد الله. ها نطلبه تبغى تسحبني خلاص والله تبغى تسحب الناقه طلعت من الشباب كم صرحي لي مكتب يا رجال ما لقيت الا ايه دحام طيب امسكها والله دحام والله انه ما عيون عند مكتب ابو عبد الله دحام طيب قالها ابو عبد الله مو موجود وين لقيتها؟ ايش تسيب اللي عنده مكتب ابو عبد الله دخلت معاه طلعت من بين المسجد طلعت من وراء والله ما لا يا بابا يوم طيب وش يزعلها؟ لا لا هي تقول اليوم فك ها هدلان مسوي ريالات احسن ها هدران يعني هدران لا وين بارجم الله هدران حلبه حل عفوا قلت لك هدران هدنا يجي من قدام ها هاي انت شيء ثنائيه انا بس الله يا ولد انا مشكله يا ولد افرقهم يا حسين انا بعلم هذا شيء ثنائيه مع فكها منه تقول ما ظل هدران هدران لا لا فكهم يا هدران انت لان هدران يمشي من قدام ها هدران لا عرفت هدران يمشي من قدام ها يقول شيء حركات هدران بعد بس انا قال يا قاعد يصحى 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 ابعلمك ليش طالع رايح مكتب ابو عبد الله هذا حلف يودك والله ما والله يا اخوي تكفى الناقه تشتكي ولا رضها تشتكي حيوانات خلاص والله ما تشتكي والحيوانات تشتكي والله العظيم نشتكي منها والجمال تشتكي حتى نشتكي منها والله ما زانت يا يوم الحساب وش هي ما درت ايش العب الناقه تبغى تسحب الناقه تبغى تسحب ايش تبغى ايش تبغى انت ها ايش تبغى سلام ايش تبي معي مجاني بدا بالمباشر لسان معي مجاني ما ابغى سلام لا الحين اوه عوجي الشرفه والله تعال طيب انا بخطر هاجر انا خبزه والله انا معي بطاقه ان شاء الله ما لها لا اول يوم ترك شخبها اول يوم كلم بعد بكلم كويس ماجد ماجد نادر من يوم ما استلم المطعم الحين ما طلع شيء نور خيره اسمك على ضرب ترى وحده اليوم 1100 ريال اخر 10 من لا لا اعطاه 100 على اللحم يا رجال خذ المطعم والله ما اعلم انه في ابو نادر والله ما ضرب حساب تذكرته يوم الاثنين رجال والله معك مطعم تاجر يا ماجد أنا بتجارك والله ما تنسى لا تبغى تجارك كله تعال تعال عطيني فلوس أبغى يدوم يا ولد هذا سبيل فلوس أنت عبثايم أنت حاول تستذكي هذا وش أنا يبغى تشيء هذا مرقة يلا ما البخل يلا ما البخل خذ الكبرس صقع ما هذا هذا بشاي صقع هذا هذا يجرب يقول جد البخل واللي يحطه راس ماله حكم بخيل بخيل ما يعرف حتى من ذنوبه حاك امرك ها حاك نفسك يا ابو سعيد حاكي نفسك احنا رايحين لكن نعيشه لازم نخرب ثنائيه عايض الناقه ها لازم نخرب ثنائيه عايض الناقه تبي تنسحب راح تبع عبد الله يا ولد والله ذنب قبل الفجر راح تبع عبد الله افا اي والله والله معنا عند المكتب هو يحزن الامزح والله والله انا عند المكتب اقسم بالله نفسي اني ارد انا والله لاقينا عند المكتب دخلنا منه ثم طلعت راحت من عندك بنترول يوم راحت كيا اني محمد اسمع يوم راحت المسرح شفت المسرح ذا من ورا من ورا من هناك الى المسجد شفت المسجد ذاك اللي هناك يوم دخلت مع الباب الصغير يوم دخلت الى جات خالد دخلت مع الباب الاسفل عقب سكر عليها خالد قال انتظركم ابغى اعلمكم الناقه عندي هذا
ايش جاك على الناقه تضيق عليها؟ ها؟ ايش تضيق على الناقه؟ ما سويتم؟ كيف ايش سويتم؟ ما اقدر اني سويت باش. ما شاء الله ما انت بالله تصيح عندها البارحه ما بصياح غاثها ومضيقين عليها والله ما اعرف ما اين اين الناقه ذي؟ بنروح بنروح ونراضيها ها؟ بنروح ونراضيها ما عاد اعلم كيف تراضيها ما عاد تراضيها يا ولد بنخربها وش تخربها؟ اخرب الثنيه ولد الثنيه ذي الثنائي ذي لازم نقطع العقوبة هذا يا اخوي الحين الناقة تشتكي تدري شنو منه؟ من لحظة يديه نو كبرى ام جاك ام قلبها عصره 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 ما خلاص في وزني نبغى نبعد عنه بنقبل بنقبل به عليها وبنقول احنا محكمين وما بغيت اذا بشريبه والرجال ذا بنقطع العلاقات بيش وبينه ايه انت شفت قطع علاقات ولا عادي يجي عندها ولا يقرب منها من القبيل من القبيل على الناقة ثبت عينك كيف؟ من القبيل منكم على الناقة القبيل راعيها انت بعه الله خلوا معكم تمر حتى انا فيني فيني انا مرضى بالقبال الا ابو سعيد يقبل على الناقه هذا ما منفكه غدي قبيل على لا لا انا انا لا مقابل عليك ولا على الناقه كلكم يا ادري انت بعه انا مصلح المصلح ما يقبل شمشان اجل يقبل رعيها سجل يا يقبل رعيها انا ما خلصكم من مصر الله فيك يا ابو له 5 ولا 10 ترى ها من يقول من صوب ها من اللي بيقبل الوصول؟ احنا انا مش مني انا واحد متحمل هي تبغى 5 ولا 10,000 متحمل انت ها من انت تبغى 5 ولا 10,000 ما به كاش فينا الا مدير المطعم انا بعلم تقبل تقبل ناخذها من جهه تقبل كرتون تمر ها كرتون تمر تقبل مره خذها من جهه ابو سعيد شو اللي بيصير؟ والله ما عاد الا بيش حي لحاس الرغوه حسين حسين حتى حليبها ما عاد يذوقه والله يا جانا ضحك اجي ضحك مك ضحك على بس جيب لنا ناقه تطير يا ولد قلنا خلينا ماكل اجيت له مغر الشبك جمع لنا شيء وحواره معاه قلنا ان في حد بيسوي مقلب حواره معاه اي قلت يا ابو سعد والله كان بحد بيسوي مقلب اللي نجي في القريه قال ابو سعد انا قلت اكيد يا ولد اختفى تخاط غلطه نفتر 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 يمكن فوق نص ساعه نفتر دخلنا منه خرجنا منه دخلنا إلين ما توقعنا أصلاً هم جينا غير كذا ضربة حظ إلا خالد مسكر عليها كلها ما ضحكت أقسم بالله إني بضحك شاكلها واقفة مقابلة الباب وتشتر مقابلة الباب إيه مقابلة وجهها ها هو المطار إيه بلا تبغى المطار شد ناتع ناتع شد أظهر الناقة أظهرها عزيز وين ظهرها؟ صوت ينقطع لان الساده لان الساده من طول العمر ان شاء الله في موضوع تاكل؟ تاكل؟ في موضوع عشان اعرف لا والله ما في موضوع بس بنقلب 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 حسين صرف نفسك ما ناديتك يا حسين عرفت يقول هو ما نادى يا اخي ليش صوت تخلق تقوم من النومه وتقول لي انا زعلان تعبانه تعبانه والله تعبانه هاي ابو عبد الله والله اشتكت والله والله اشتكت والله ما ادري كيف دخلت ارتحت انا روعت دخلت فوق من هناك ما شفتها قول انا من طرف عاد دخلت من هناك ما شفته عند خالد ولها دخلنا اروح جوا المكان الاول اللي دخلت ورا الحشن يدل مغير محل قلت هي هي ما قلت صارت والله ادخل معك تروح ادخل من عند ابو هذول لين طلعت من عند خالد روح لين عند ابو عبد الله عند الجلسه قبل الجلسه كانت خلصت منها وتدخل عند ابو عبد الله وعبد الله وخالد يجيك يسكر الباب ما بينها بين دورة المياه الله يكرمكم وبين خالد نعم جيت انا تكفى غير اخر رجال تمشي والله انها ما بشيني حتى تمشي فيها والله يا اخوان يعقب يا ساكر اي بوكر خلاص خلاص تبيت انا ما اقول ذاك عيال خلاص خلاص تبيت تمام والله لا بس ساكر واه سياره والله ذاك تحسين يدرون العيال لا هم لقوها من حاجه اما سالفه النيار انا ودي الظهر اصب هو بيجي فيها استبعاد صبح لا مين بستان؟ ايه تعال ها؟ ابو سلطان بكيجي والله ابو سلطان استبعاد ليه؟ عشان والله دحا عشان ناقة؟ ليه؟ استبعاد للناقة الناقة استبعد دخلت المنطقة المحظورة خصم استبعاد
الناقة. طيب حنا والله خلنا كنترول نروح المكتب بعد حنا نتبعها عرب والله يمكن يجيب سلطاش تبعه والله ايه الكبره علموه والله بعد شهر سبب خصم الجائزة الناقة وفيصل هادله انا فيصل هادله هذا لكم وهادله وهادله هي تبغى تسرع ريالتي انت تبغى تسرع ثنائيه مع هادله لان هي مر من قدامه يشوف الحركات ليلي 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 قالت ابغى اخرج مع هادله يا حسين ايه محوسته في الحبس جعل كوتشن فداها ها اين اشهد شهاده الجائزه كلها اي واحد بعد ابو سعد محافظ على القط يوم دخل يوم جاء راحت الناقه ولا خلى مكان محظور ما دخل انا وياه والله هذا اول شخص برايي والله ما في مكان لكن خلى مكان محظور دور والله قلت لك كلمه قلت يا ضل ناقه بطيخ جواد والله يري يجي بكل مكان ترى خذنا معك دخلنا في مكان متى متى انا اشتريت مني حلبه انا مسكين اي والله انا شايف عندها عندها هوايه الاخراج تبغى تخرج جات هالشبك طالع اخر طالع اخر والله اخر بنفكر شبك هذا ومتعب انصحهم طلعوا من الناقه الناقه مدري كيف ارجع من الناقه ايش ارجع من الناقه انا ربط الشبك والله يا اخي بنفكر هذا رجالنا يعذر لا لا ربط الشبك جوته اي والله نجوت والله يا حسين ما قربت الشبك ان هذا متعب ثعب الله يهديه والله انه عند الباب ذا هلا خله قد ما يشبع من ذا الحديد بس انت الحين ربطته ولا لا اي والله والله العظيم والله العظيم ربطت انت ولا متعب لا لا اليوم انت رابط انت الكلام انت الكلام انت الكلام ايش انت يعني انت اللي لاني انا ربطهم جود ان الباب صح مستحيل تطلع ربطه من تحت ومن فوق من تحت كذا لامه من فوق بعد ولا شيء جينا الناقص ما طيره قول 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 يوم جينا يوم جينا اجت الشبك اجت الزاويه الزاويه اللي ربطنا فيها اللي ربطنا فيها سيمين زياده مو بالباب ايش تبغى؟ تبي طال عمرك طال عمرك الصحاري قالت ان اللون والشجر والرمث والترفيه اللي خبرته يا عنك يا عنك عنك انها ولد يا عنك يا عنك اني عقبتها يا عنك غالب الاثنين غير متعب ذاي مصيبه يا ولد قالوا بقى قالوا بقى قالوا قال اصبر اصبر لا لا يوم قلنا يوم خذينا قلنا الناقه تقول 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 متاكل لي حاله يوم خذينا ملي موقع تنقز يا متعب ذاي مطمر عندها قلت درت 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 ومن نوك يوم اجيب ملي والله انا صوت الحليب اسعد لا يوم قلت يوم قلت يوم قلت الناقه جاهل عقب دخل عود قال يا تفكر اسمها مغلوده والله لا شنو مغلوده هو حسين دخل عليها اي على يجي يوم والله سواليف بدو ما يفهم تذكر تذكر اللي في راسها علم تقول اكو دني جهه حد عطفت عطفت لا يقول لا جار عيها ترى سبحان الله لا يقول من عندها هايش اي انا قلت تروع الناقه عندها شيء والله شوفتها قلت فيها شيء عندها شيء الناقه ذي اللي ما كل مكان دخلت معه والله انها ما ترتع انا ما انا خبرها اقول ابو سعد خبرها مبروكه هديه معك والله والله تذكرت تذكرت سبحان الله كل ما تسترجع الذاكره انت شاري هذا البرنامج اي والله ما شاء الله اشهد لله شاري من رجال شربه اشهد لله امين اخوي راح اشهد لله انا مبروك هنا هادي هنا طيبه وحتى لو يرعني حلبة الوع الوع اقول تدخل من تحت ولا ولا الشتات تربح بس انها ودك انها ما ولا تربح سبحان الله كان بس قال كذا له معنا من الان تفاهقت قال له بس ودك انها ما يجي في الشك ولا لا اختبط ظهري صاد انا تعني بس انا ودي غير الشك انا ما تعلم تعلم صوت كذا ايش يعرف ايش لا تعودت على جث الشك هذا طبعا ايه لا الشك عندي لازم اني لازم احط صياخ صيخين وهالزاويه ونص لازم مربعاتي لازم اني اشكلها مو لازم مربعات صيخ لو حطيت صيخ ولا تشل صدق 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 حسين صدق تحسين صيخ حط من الزاويه واحد منه واحد بالنص لا لا كل شفت البيبان كله بوها شفت الشب كله يبغى له صيخ يبغون انت مربعات يدخل راسه معه انا احطها بينه وبين الثاني لماذا؟ سكره ذي كل زمان فعلي كيف ايش فيه؟ والله حتى افطرت ايه اروح شب ضوء سوق هواء ايه امشي امشي في قهوة جاهزة روح بنروح نسوق بنروح نسوق اسمع والله اني طالع
انا لا محمد هنا ولا بندر انهم ما يخلوني. هو يلعب ولا ما يلعب؟ انا اشوف انه ما يعرف يلعب. منو؟ فيصل نية. والله انا زين واحد فيكم لي. ها؟ بس والله ما يهمني والله ما يهمني. سؤال لا تسلموني الله يرحم والديكم. لكن هذا انا اعرف له والله اعرف له. ما قطعت لي وحده. وحده؟ ليه ما تقول لي قطعك وحده؟ قل لي. اقول لك؟ ايوه. هذا بجنبك تعبان. انا قطعت له وخلصت. والله انا بقول ولا خلاص. والله اللي ما يستحي ما يستحي. سلامتك. انت صقر تاكل مقلابك. لا خل مقلابي. صقر هذا قدام سيدي. انا دحين. حي الله على الراس. عنده حمص من الصقر. هاك فنجان فنجان. نعم. راح اجي وراك. مصير الليالي تدور يا عبد الله. انا باقي امسك وتحطه في بطنك. مصير الليالي تدور. ايوه وي. ما ادري وش هذا. شوف 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 يدي ها. ها 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 شوف اللي وانا اكل بها ها. تدري مني اشوفك الحين؟ شوفك الله. وانت تستهزئ فيني كذا. لا لا تجعلنا موقف حد. انت قلت شوف شوف الحين بعد ما تاكل بعد ما تاكل طول العمر اي بعد ما تاكل طول العمر لا وبعد ما تاكل شو يصير زي كذا عمان اوه ستار ستار عطني واحد عصير يا حبيبي مع البطاقه الفضيه الله المستعان يا البطاقه اللي عقبتها ما تغدى ولا افطر ولا تعشى وتغدى بالبطاقه الذهبيه ابو عطري عصير مع البطاقه الفضيه بطاقه ايوه معي خمس ساعات لو اخذ اللي في المطعم كله جيب له هذا هذا تبيع عصير تبيع عصير بطاقه فضيه خلاص كذا تبيع عصير ذهبيه معي معي بطاقه فضيه هو كوب موجود عندك كوب صح عندك كوب عندك كوب ايه ابغى كوب جديد معي البطاقه الفضيه هات ابي دبة عالية عائلة ابي واحدة جديدة مثل هذه هذا حاول ابغى واحدة جديدة مثل هذه اعطوه اعطوه من البطاقة ما بطاقة يحق له امسك لعبة بيسراك امسك بيسراك ما انت رب وجهك والله لعبة فرصة ما ابغى والله لن رب وجهك والله والله هذه ما ابغى امسك بيسراك طيب اشرب واحدة بس ادخل قول بصوت عالي والله العظيم ما ابغى اشرب طيب بس شوي اقسم بالله بس شوي والله هذه ما ابغى اصلا ترى ما احب اسوي عشان هات هات انا معي البطاقه الفضيه لا لا الله ياخذ البطاقه الفضيه عقبها بنقول الله ياخذ عمر راعيها اه بطاقه فضيه معي خمس ساعات في اليوم يا ورعي اشرب شوي اقسم بالله ما ابغى لا قول لي ليش والله اني ما احب اقسم بالله انت اشرب خلاص هاي شو حنفتح؟ أنا مع البطاقة الفضية. تبغى عطري غترتك مع البطاقة الفضية. سوي أي شيء. يتهنى فيها قبل تفتح. حقك. والله لحللها. إيه خلى اليوم أنا مع البطاقة بخر عني أنا مع البطاقة. يلا. قم قم. أصدق إيه الليالي وضحت وضحت معك البطاقة الذهبية صقر بالله رجع عبد الله رجع يلا يلا روح روح رجع البطاقة رجع يعرف الليلة واللي عليه يلا هرجع الرجال يوم قام من الليلة واللي عليه هاي لعب تعيدها ها الا اكثر اكثر واكثر تهاجه ان شاء الله المريو تعبان يا
هلا سيف شلونك؟ وش عندك اكل؟ في قرصان؟ عطني قرصان. امشي ورا ظلك بجي امشي ولا حصل احد أقل حاجة إذا إنك غبت أعرف حبيبي وش أخبارك للحين أنا أحبك وما تبت أقبل خطاياك وعذارك أقل حاجة إذا إنك غبت أعرف حبيبي وش أخبارك للحين أنا أحبك وما تبت أقبل خطاياك وعذارك بلمحة عين غبت وغاب والباقين وانا ويني وانت وين انت وين 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 لا 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 احلى مبدأ. الله يطول في عمرك. في مشروب؟ الله يطول في عمرك يا شمسان. خلص يا حبيبي يا شمسان. ما شاء الله ما شاء الله صوت ما شاء الله. Thank you thank you very much. سمعته؟ توهد توهي شايا توهي ابن البابا رايا أوري كوشنا جانو بس اتناهي جانو دوش ميرا بدكتا هي يا رامك يا
رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد فخر ومنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 رصيدك زيد 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 رصيدك يلا 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 زيد رصيدك يلا 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 زيد رصيدك كل يوم نعيش واقعنا حياة والرصيد انزاد هذا كسب دينا من اللي فايل قوجيه المسفرات يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي أبو أحمد حبيب رجل يا حبيب شبة النار عبود العلوم الزينة حيد العين هاي أبو أحمد عبود لبك لبك أبدك اسمع اليوم خيمة جاكو لازم نلعب قزوين ها وخلاص هو مدرسة الحين مدرسة صدق ها ها حتى هو تدري هو راقد يقول كذا شغلني اليوم تنمت حلم غريب يا ولد صحيت من النوم يوم صحيت الظهر تحلمت حلم غريب لا اله الا الله وش حلمت يمكن 100 حلم في قلب من من ساعه حلمت حلم حلم في حلم حلم في حلم حلم في حلم حلم في حلم قاري اذكارك قبل ما ترقد اطرح الاحلام انا جاني جاثوم ما اول كنت موطن كنت قبل 3 سنين 4 سنين كنت اتحلم شبه يومي وحلمي نفسه الله ما يتغير بس الناس بتغير الاشكال والمكان ولا كانت كنت اتحلم بالديبان ان في ديبان تطردني ديبان 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 الحين اوه ايه طيب اليوم الاول اليوم ما اخذ هم تيجي ترى جاء في حلم الله يذكره ان عندنا مزرعه والديبان على فيه جداول تخبر الجداول اللي يجي يمشي فيه الماء النخل وعلى الله الله كل جدول فيه يمكن دابين 3 شفت انت على دار المزرعه وانا في النص واهلي ورا المزرعه بيصحوا اللي يبتي واللي ينادونك ايه لا تجي لا تجي وانواع اشكال من الحناش يا الله والله قلت ويش ما لي الا فيه فراغ زي الفراغ بين جدول وجدول شفت انت ودي انك ما تقوله ايه مو بزين ترى لا فسرته هو فسرته فسرته ايه وفيه لوح بين الجدول والجدول وهجر بسرع بعدي وبادخل مع اللوح ده قبل ده وانا اجيك عادي سعد بسرعه والديبان كل مره تقارب 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 كذا الديبان الله 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 كذا تسنها موج تجتمع عليك كذا 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 من كل الانواع بس كلها رايحين كلهم دارين اني ابي اللوح ده كاني كذا علي سعد مرده خلصت اللي قاصني منه واللي منه واللي منه واللي منه واللي منه أعوذ بالله سعد مير نط الديبان علي وأنا أقول من النوع قسم بالله يا خليتي فترة أنا مرقت من الديبان وخلت أطلع من ويش كل شفت جوالي عاين ديبان عندي أنا حساب أتابع أقدر عاين ديبان كلها رقعت هاطف في جوالي عودت حلم جاتك انا لا بغيت اسجل لان اسالي انا اسمع تعرض لقلبي ما يسبب معنا اسمع من قلبي طولت به من يسني اللي يهود الليل ما جات الحمد لله انا جاني جاثوم يوم من الايام بس ولا علمت احد المهم ويجيني اليوم اللي اليوم اللي عقبه واعلم واحد تعلم واحد من اخويا قال اقرا اذكارك وانا صدق كنت مقصر في اذكاري المهم اقرا اذكاري يجيني هو يا الجاثم المهم يوم جاء اليوم خفت اني اقرا ويجيني مره ثانيه المهم اكلم شيخ ما ادري ايش من الكلام يا ولد 3 ايام ورا بعض يجيني جيت الاول انت يا الجاثم قال ما يجي شيء اللي يشري بين الشخص صح؟ ايه اللي يجيك وانت راقد تحطه في بطنك من الاخر اشري بك تحطه في بطنك واكلم شيخ اعرفه
المهم قام يدي الشيخ التزم في اذكارك. صدق الحمد لله يوم التزمت اذكاري معجاني. اي الاذكار الجاثوم يا ولد اذكار حسن المسلم. ترى الجاثوم موت، انت ما قد جربته صح؟ لا ما بجاني جاثوم. الحمد لله ما جربته. انا عندكم الشيخ عبد الله يوم حق في العام 37 الربيع انا عند ما عندي على الجيم كل ما اجت الساعه الا جت الساعه 11 قرت قلبي العاد مثل الحين ارتاح وبدت تطش وتقول حطيت اعلان طال عمرك في جيبه في رمضان حط ذا عمت بنانا هم جاني هم ضغطني ابدا ابقوا لا ما شي حتى فايده من يوم اليوم هلت نفسي اذكرني وقمت وما انا ما قمت انعس هم رجعت هم ضغطني ضغطني ليه دوري النسا ما في مبكر كان شدلون هم مبكرين هم قمت والله يا رجينا ست مرات لا اي والله العظيم بس وشو العين بالنار انت شدت اذا شدت انا جاني واجد اذا شديت ضغطني شديت معه يضغط عليك زياده وزياده اقسم بالله العظيم في مره يذبحوا يا اخوي وين راحت والله اني مدري تدري اني الحين بدري ذوي والله ما اعلم وين يا ابو انا ادمي صدق والله العظيم وين هذا اللي لا لا وين تطبخ فيه مفواه اوكي ابي اجيب وانا شو القهوه يا رجال شو نسوي ما ادري متصل والله العظيم زكي دايما هي دور موضوع البيت كامل ليش تصير بين تصير مشاد انا اول إذا كنت زي كذا ترى هو ما يجيك بالغالب إذا كنت معي مع ظهري حلو فا أول ما تحس شيء يشد عليك على بعض هنا ترى مت تقريبا 10 ثواني أو أقل من 10 ثواني هذا كله اللي يصير فهنا طول العمر أنت عشان ما عشان تنهيها بسرعة طيب والله إني صادق خلاص شد بعض مرات والله اني اقرا ذكاري يعني اجي بالحلم اني اقرا ذكاري انك اصلا تقريبا تكون شبه صاحي فهمت؟ ايه هو يشد عليك ايه يا عرفت هو اللي يجيكم يقبش عليك ايه يكتب يظن هذا اللي يكتب بس في الغالب ان انا ما شفت انا اللي جاني وايد ما يجيك الا اثنين مع بحر صادق ايه صدقت الا صادق اللي يقبش ان شاء الله يجي حسين اليوم ان شاء الله يا يلا قول له كنت متوت اي عادي كنت نزل هنا في القضيه انا كنت مقصر مقصر ايش؟ مقصر بالصلاه اصلي والله اني اصلي لكن اني مقصر اها شفت ولا لا؟ مقصر الله يرجي من يمن عقب استقمت صح استقمت الحمد لله نشكر سبحان الله ما عاد في حاجه تمسني ولا تضرني ولا شيء يا رب والله العظيم الله اكبر المعودات والصلاة في وقتها والوضوء توضع خلنا دائما عطاها الصلاة في وقتها جداً أول شيء اللي يخر الصلاة ترى تأخر أموره تأخر حياته تأخر نعم 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 تأخر كل شيء أنا جلست 6 سنين عاد الله يخلي لك الصلاة تأخير الصلاة كم أنا الحين 25 تخرج عمري 18 تخرجي من الجامعة من التقنية ولا سبب التأخير الصلاة والحين يوم قمت واظب عليها والحين والله يوم قمت واظب عليها والله يوم مورينها نصيحة دامنا في البرنامج أنا استغلها الحمد لله العظيم يعني الحين قمت أقوم أصلي الظهر والفجر كذا من نفسي خلاص قمنا نقوم بالنسبة للصلاة اللهم لك الحمد عندك زي كذا لكن وش الأذكار هي اللي من البرنامج أنا استفدت منها وايد قوية ليش؟ صرت بعد كل صلاة العصر متعود بس كل صلاة العصر بعد كل صلاة الفجر صلاة العصر صلاة الفجر والله العظيم ما كنت اقراها وجاني اني حلمت كم مره اللي قلت لكم قبل شوي عنها حلمت لي تقريبا حلمين مختلف بس نفس الفكره هي مختلفه بس نفس الفكره فيها بالاستبيض هي احلام اثرتها طلع يقول الشيخ ان هذا ان حسد خلاص على نهايته. ايش؟ حسد على خاص. ان الناس حسدتك وعلى نهايته. ايه. بس. يطعن طيب. عبد الله كنت اتابع من موضوع طيب. والاحلام يا رجل.
الاحلام اللي طال عمرك حرب جدي نجري اشتخاف وقابع بكل جدي ذي ويش لا لا يعني ما والله العظيم يرجني اني افزني وجه ثاني اني طال عمرك يجيك مسمى طاير طاير لا ما قلت عرب طال عمرك كل دقايق والله يا ريجي هذا احلام العصر يا كذا لا ما احلام عصر انا احلام العصر اقسم بالله المره قمت هذا قمت على هاي صراخ على اساس معي سيف طيب يا عيال اسمعوا اسمع الحلم اللي انا تحلمته حلم غريب تحلمت يا عيال اني داخل عسكريه توني خلي علي الشاحي سرته ايه فهمت يا سرتي تحلمت اني داخل بس شوي تو خلينا نقوس يلا تحلمت اني داخل عسكريه المهم وانا في الدوره ونتدرب وما ادري ايش من ذا الكلام في الدوره نفسها قامت جا حرب احنا في الدوره شفت تبدا الحرب بيننا وبين تقريبا ما يقارب اكثر من 100 رجال واللي قام يرمي بسلاح واللي قام يرمي بسلاح المهم انا رميت لي رجال وذبحته المهم انتصرنا احنا وعودنا محلنا وكل واحد يبدا يرقد واللي دخل غرفته اتخيل هذا كله اقسم بما حل القسم انه كل واحد اللي اني اشوفه كذا قدامي يا ولد لين الحين اشوف الحلم قدامي اخوي انا اللي فيه اللي يلعب بلوت وفيه اللي يقرا قران وفيه اللي جاهز بغرفته وفيه اللي يسولف مع الثاني وفيه اللي ذا فهمت؟ وانا جالس في الغرفه دقيقه حسين بخلص السالفه ذي ودق المهم وانا جالس في الغرفه شفت الا وتدخل اسمع صياح مراتي المهم تدور من تدورني على ليه لاني ذبحت ولدها اه ايوه ليه تذبح ولدها وش تدريني المهم والله صدق تدخل علي الغرفه معها سلاح وتصوب السلاح اللي تبي وانا اوخر ولا المهم لا تطلقني جات تطلق هنا ذبحتك اي هذاك هو المهم عرفت اللي ذبحته من هنا قام يطلع الدم 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 عقبها رقد هذا انا رقد ولا مات؟ المهم كذا في الحلم مات مع الموت انا قمت انا قمت انكره كفو بس انا وش جاب ذا الحلم عندي؟ والله رحت فسرته علمني التفسير التفسير كان خير بس انه بالنهايه ما هو بنفس التفسير اللي قال انا بعلمكم طيب انت كنت فكنا من الاحلام لا دقيقه يا اخوي حلم غريب عند البنو انا تحلمت كله تحلمت الحلم دي احلام ما يبسو في حلم ما يضرب من قلبي نهائيا لان ندري اني بياقع سبحان الله انا الحين دعوة عنه تحلمت ان ابوي طلع لي فضلع طلع لي فضلع ويوم جاي يحول طاح من الموتر انقلب لا حق اي والله العظيم المهم وانقطع حلمي ابوي عندي ما يروح عند البي حتى عصر حلمي يوم جاء الصيد حل ابوي تحجل له يمين في قلبي حلم ما راح نهائيا ايه خفت في شيء اني فوق الغرفه ادور ظلوا خفت في شيء شيء توي وين رايح هنا؟ سبحان الله لا يجي الحين يطلع طلع الفضل الحين ولا شيء نظل عن سبيل تحيل ماشي جاء المغرب صليت المغرب الا الرجال ما جاء ما صليت المغرب جاء المغرب ما صليت الرجال ما جاء ابوي ما جاء المهم قام خل بعد المغرب وغدر الليل غدر الليل للمطرين موتر رجال اللي خشم الموتر مشوه كل ابوه لا حق اي والله العظيم نقبل علي يا رب نو يعني عدل والله نو يا مقرجي وانا ارتاح طيب والله تعود الشيطان اتوضا وصل عرب ما جاء شيء ايه وانا علمهم تعال وتاخرت علي كان انا رحت اعس المكان هناك كان جنبي طلع اعس يام جاء يام رجع في صبخة ويش كبر كبيرة فيها شجرة واحدة هذا علم فيها شجرة واحدة يقول أنا أروح عن يمين أروح عن يسار أروح عن يسار وأنا ثبت إي والله العظيم صبخة يقول فخلة ما في شجرة إلا واحدة مو شيء هو راح الفيبر كله فيبر راح
الحين مو ترسل ما بنشر ولا شيء يا رجال. الحين ايام نصح ابوي قال ابوي الحلم ترى نحطته في بالك يقول دلو صح يقول انسه تعود من الشيطان اخوك ركعتين يجي وتعود منه اذا صحيت من الحلم وعقبها هذا مثلا جنبك اليسار يا اخي والله انا اشوف صدق حلم وايد والله وايد تحلمت انا وايد كلنا والله في ناس يا اخي يمكن لاحظهم اذا راح اذا يتحلم يروح ويقوم ويشيل ما ادري ايش ويسال ويروح يبحث عن مفسر الله العظيم يجي حلم ورا حلم ورا رجال مع نفسه ابعلمك ابعلمك يا اخي ما ادري احس انه يا اخي سبهله على قوله والله العظيم ايش اللي يحلم واذا حلم تتخيل انه كذا ولا كذا ولا لا لا لا, 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 لا والله العظيم اقول لك صدق فيه رؤى ابعلمك بحاجه فيه رؤيا وفي حلم انتم من الناس اللي وانتم نايمين تقومون تمشون وكذا اخوي ما أخوي منه أنا جاي يوم أخوي أنا أخوي يا شري طال عمرك ما يلقون معنا دار نسالي في الجهو يقصون يلقون راضي أنا أخوي طال عمرك يقوم يروح يفتح باب الغرفة ويطلع ينزل يروح المطبخ يشرب ماء ويرجع وذا ونايم نايم يعني لو تمس كذا تلقاه يطيح ينام الأحلام والله والله يا الاحلام ورا واحد من الجماعه انك نفر الوقت بس يفضل ان الحلم ما يقال ترى صح يقول انا فسرت اظني اتوقع عادي واحد من الجماعه كنا نلعب ولا اقطع كلامك كنا نلعب وان كان خير علم وان كان شر كم مره بس انا علم ما تسكت يا احيانا خلاص هذا صعب كنا نلعب الطائره في حوشه حلم ذا ولا صدق لا لا صدق والله صادق ايش تدري انا لعب في حوشه قلت يا مد العيال ابغى اروح اشتري كوبس احطها في غرفه النوم حق ذا اللي الله اللي تضربها الشمس لو جات الليل اشتغلت ولا كوبس لا ولا كوبس ذا الكوبس اجي باخذ الكوبس يا رجال كوبس نقول ارقى فوق استاذن منه وادخل احطها على الدريشه على الملعب اذر فيه مخده كذا خلتناها ما شفتناها خليك كذا اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث ايام ثبت المخده اللي تقبح في الغرفه اعوذ انا ما عاد دريت انا يقول سر النوم ادخل وارقى له ولا ادق على المدني ولا خليه والعيال وش سووا؟ تعالوا معي ندخل نفجر الباب ندخل انا عاد وش اللي همنا؟ همنا اللي في البيت عاد عائله ايه اهلك لا لا ايه طلعنا اهله طلعنا قالت امرته اذهبي عاد هوك وين الذهب فيه؟ قالت انا تدري ولد ابو يشب الذهب يشب الدنيا كلها وش يسوي؟ قالت ذهب 30,000 مدري كم غالي الذهب ابونا اجهم واحد من الرجال اسمه محمد مبارك تعرف يا ابو مبارك اهم شيء ايش اسمه؟ اهم شيء الذهب 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 الغرفه تخلها عاد نعوض اهم شيء الذهب قال نفجر الباب حق الغرفه ابي على الدخان ولا نشوف يعني هو زعمارنا ما يمدي والدور الثاني لاني انا ويش منقهر اني انا اللي حاط ايش اسمه انت اللي حاط الكبس والمخده ما انتبهت لها ما ادري ادخل ما ادري يغمى علي عشان ذهب وفلوس قال المدي ذا والله نعوضه نمشي يسحبني خلنا ندخل ندخل قال يا ولد لهم فيهم امود من مسلم دخلنا استعمل ذهب واغراض ان المال يتعوض امشي نروح والله تشب غرفته كامله منين جد فعل مدري جد فعل مدري يطفونه الدرج اللي فيه الذهب وفيها اغراضها ما شب من هيش فيه درج انت خبرني الدروج فيه يجيك متصل كامل ايه وفيه درج يجيك لحاله وكذا وفيه درج الله 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 هاشب كله الا الدرج اللي من قبل اشوى اللي هو فيه ذهب فيه الذهب وفيه شو اسمه حقه ذا عاد هو خشب لا فيه ذا حقه صندوق ايش يسمى هذا اسم قديم تجوري 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 فيها اغراض وسكوك والدنيا حاطها فيه وشب كل شيء الا الدرج طولهم مالك الحمد لو انا شب الدرج ذا قال انا ما همني يقول هذا اللي معناته والله ما همني الا التجوري
ايه اوراق يا مش اهم من الذهب. ايه اوراق في سكوك وفي الدنيا وفيها اربهم اسلموا. ايه اسلموا اسلموا بيتهم لا ما غير غرفه بس نفس الدريشة دي. شو الدريشة دي؟ الله الله حاكم شنو حاطه هناك هذه يوم تقول هذه على بعيدا عن الحديق مره بالحاره ويمشي لما يرد خبر بعض الورعان الوغدان نزل يطلعون رقبته كذا بالسياره يشوفين الا ابوه وهو يمشي سك الدريشه سك الدريشه على رقبته على رقبه ولده ولده شكله مسكر يعني من قبل ما يمر من عندنا تعرف وجهه صاير ازرق وما يدري عنه ومنكتم صغير الولد ابوه يعني ثاني ابتدائي كذا ثالث ابتدائي ورقبته بنفسجيه وصوت له ما يسمع ونلحق نلحق ما يسمع واخذ حاجه ونكسر قزازته اللي ورا هو يربط فرامل كنت بقول شفت قلت لما يروي تعرف بنفسجي ولده ياك ويفكه ولده يبي ياخذ نفس عقب ما فكه هذا غايله كذا يعني بالقزاز بالقزازه اللي ورا اللي وراه مباشره ايه يبي ياخذ عيا هم يروحون بسرعه يروحون المستشفى وما ادري ايش ما ادري ايش ويت اسبوع ويطلع ما في شيء فوالله ترى خطري ولد صادق صادق حتى يا اخوي عندهم يطلعون رؤوسهم سبحان الله تمرك حديده ولا تبرك شيء ولا تخبط حتى انا خبر والله العظيم خبر موقف ترى في خطر انا اشوف ناس يتجاهلون الشيء ذا وايد موقف صار ان في بعضهم تخبر يقفلون الباب ما تقدر تفتحه من داخل عشان ورعانك يعني ما ينزلون فاهم صح ما يخلون واحد نزل السوق وقفل البيبان وخلايات نسم لهم شيء بسيط وضرنا ما نسم لهم وهم يروحون السوق قالوا ما احنا متاخرين يعني نصاب كثير نجي معهم ولدهم عمره تقريبا بنتهم عمره تقريبا 15 سنه واخوها رضيع صغير واخوها الثاني صغير وزحمه وقت عيد تقول وانا يعني ما هم مكان يعني انه بعيد لا بنص السوق يعني الناس تمر من عندي ويمشون الحريم ولا بسوق ورجال كذا يعني سوق تقول لهم يروحوا تقول له ميرين قطع عندنا الاكسجين قطع انت الرضيع اي البنت دي الكبيره اوه تقول ابي افتح باب عجز ابي اكسر عجز تقول اطق للناس يحسبون يعني مجنونه يوم اطق للناس بنت كبيره بهالعمر تطق كذا ويروحوا يرعوني ويصدوا تقول اطق الناس ما يسمع ما يفهم ما يعني ما يفهم تقول وهذا هو تقول لين ما جانا واحد تقول خلاص والله اني طايح تقول اني ما كذا طايح يعني ما اقدر اتنفس وجينا واحد وراح قال وفاهم الزبده هو يكسر الدريشه لما هذه جيت ابوهم ابوه قال لي قالت كتبت عيالك ما ادري ايش فخطر ترى والله انك تخليه والله خطر يا عيال اي والله خطر المره اللي تركب تسكر الباب على بشتها يا ولدي بقى من تحت هذا اخطر شيء هذا واحد الزمن والله اللي يلعبها اللي تجيك من تحت هذه ترى خطيره المره طالعه خطيره ذي في رمضان طلع رمضان مكتوب قرصتها ايه يا زين حياه رمضان اي والله ليش يا زين الطائره فيه وقتها مطار يا اخي جامعه ما تحل الا في رمضان وقتها مطار علي قول يا رمضان مطار تحلمت اني باخوي اللي اصغر من اسمه مخد نعم انا على شارع ونطرح في بئر تقريبا 10 ابل طرح فيها وبعري بعري بعري ما بعري بعري وبعني وكول بنطرح فيها ونطرح فيها ونطرح فيها وعقب انه شدنا بسبت اسم البعير لفت على مخد اللون وطع في راس وطح انسر انا قمت من الحلم دم انا ما شفت دم دم ما شفت دم وصار الحين ده في قلبي يروح عني نهائيا المهم جاء ذاك اليوم عند البي هو ويوم جاء انه وقته مطر انه رعد وبرق سنه تربيح طلع من التربيح قلت له مخلد جوالك لا احنا على مطر وبرق رعد وانا والله اني دالن عليك دالن عليك ايش قلت يا مخلد كحت قال طيب ابشر ابشر هو يقعد يقف جوالك المهم يوم جاء من الصبحيه ان المطر متواصل متواصل يوم جت الفجر صلينا الفجر المطر متوصل انا نروح انا واحده من العيال نعس المطر ونطار الصبح الشمس طلعت الحين الدنيا تصبح نوجه من دون خرمه نهز يسار واحده من العيال قلت يمكن هي يبغى يرجع قام اخذ اخوك طايح من الخيل وفي مشكله اعوذ بالله اي والله وقال في مشكله قلت له انت بغيت ترجع بس انا جوال ما عندي هنا اعلنا سواق وبرد ومطر والدنيا
يا اخي يقولون ما له دخل جوال. ايه ما ليش راح نلبر راح نخول لي نلبر نبعد نبي نعسى نطر نبي كبيت المهم جيت عند خوين دخلت شوي وانا عاد شفت عنه وانا عايش الجوال لانه في المستشفى رجله من هي مقطع منه ركب الخيل وراح يم الملعب حق الطاير وقاعد يرفع بهذا اللون هو يطيح خيل مجنون لفت به لفت طامر هو يطيح على اسمه من ذا جدارني حتى يابس من القديم الاولى اي وش اقول يد يد دفن عرجت طر يقول كل حلمه انا الحلم مجنون طول ادري بها طول اعرف انه بيأكل ذكرتني بخالي ذكرتني بخالي ها والله تحلم فيه عشان واجد والله واجد حسين حسين ذكرتني بخالي خالي ناصر الله يذكره بالخير سلمت والله يا حط بينك انت حسين حط عندك لا لا انا باخذه والله اجيب لي والله بجيب والله انت خليه عندك بجيب لي والله بجيب لي بجيب لي والله اني بجيب لي حطه حطه بينك وبين حسن خله الله يرضى عليك والله بجيب لي بجيب لي والله بجيب لي انا بجيب والله بينك وبين حسن بجيبه فهمت يا حسين اسلم خالي ناصر الله يذكره بالخير أكثر واحد يمكن في العائلة يتحلم وأي حلم يتحلم يحصدك جاء يوم الأيام يعلمني يقول تحلمت في خالي صغير اللي هو خالي ماجد خالي ماجد الحين أولى ثانوي توه رقد وتحلم أنها في حلم فيه شيء فهمت وصدق أول ما قام من النوم طلع برا يبغى يروح لجدتي يسألها إلا جدتي جايته قالت ترى ماجد متضارب في المدرسة ماجد إيش متضارب في المدرسة إيه. مع شباب ومتمشكل معهم ما أدري إيش من ذكره هو الوحيد اللي لو يجيني يقول تحلم في الشيء الفلاني إني أقول ما خلاص تحقق صدق ما بقى حلم تحلمه إلا صار وأي حلم يتحلمه تفسيره يكون قوي من اقوى مرحبا سلام الرحمه شيك بالنور يا مرحبا خير الله يطول في عمرك اخي يا ليه من الكلام هذا والله انت تجي والله انت تجي حلفت انا يا دحم طالبك 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 انا اخي كنت اكبر مني تعال يا رجال انا اخوك انت ما تقول اخوك اكبر منك خلاص تعال هنا شايبنا بنحني مو شاي اريح احطك شاي كيف الحال مو شاي اكبر من صلاحيات كيف الحال اه خير طول عمرك طيبين ايوه تقوم تهاوش فهمت الا وقال ان جات جدتي عندك هنا هنا صاقه تهاوش مع العيال في المدرسه وخالي ناصر هذا اللي لو يقول مرحبا عبد الرحمن تبقى وتحيا خالي ناصر المكان اللي يجي فيه دحامه لا ما اجي فيه المكان اللي يجي فيه عبد الله تشاف تبدي عليه عبد الله ما نفعت اكثر صفحك يجي فناجي يجي ها فهمت خالي ناصر دق. خالي ناصر ذالي لو يقول تحلمت ان البيت اللي احنا فيه احترق ادري انه بيحترق فهمت حلمه في محله حلمه في محله اي شيء تحلمه يجي صدق ما بقى شيء تحلمه الا جاء صدق يجي على طول يروح يفسره وما يجي يعلمنا بالحلم الا عقب ما يصير تراني تحلمت كذا وصار الشيء يعني كذا فلا فلا جاي يتحلم فيني اقول لا تعلمني ايه الحلم حتى اقشر ما ودك تعرفه مو بزين واذا تبي مره تبي تفسره عدى ثلاث ايام صح وفسره اذا مره بحد كشفيه تبي تشوفه معناه عدى ثلاث ايام وفسره صحيح اقشر ولا تعلم اما الخير اللي زين علم ترى بعضها بعد تجي اضغاط احلام الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا قمت انت حالم انت بتشارك تعوذ من الشيطان انفذ ثلاث تو عبود قايل هذا ايه كم من نومك والله العظيم لا حلم سالفان اني احلم واقوم انا واحلم الاحلام ترى ما بسوي مواقف احلام في حلم وفيه رؤيه اني مبطن من الجلسه دي انا اشهد كله في حلم في مواقف انا برد لنا اربع ايام تالي من البارح وجاي شو انا اشهد اي شتتنا اي ترى يا من تقول الناقه الحين كنت تقول الناقه عمل لي عنده انا صغير ذيك الايام قال في هناك ترى راح تنتسدى عند قال راح ردها حميد ازعل يا رجل انزل حكيت الناقه تعطف صح ولا لا؟ ها قعدت بالفيت قدام الناس شاتك ربا شاتك لا هي الناقه كانت كذا
طفت يوم احك راحك. المهم انا بلشت ابي افك العين ما ابي اروح عو وخلصت وانا افكها وامشي تلحقي امشي تمشي وراي التفت انا الحين معنوني كلهم امشي وعينها وهي تمشي وراي تمشي وراي ذهب ترى اذا ركبت زيدي شوي زيدي شوي ايه يا مزادت انا احط لي وتلحق ايه لا والله انهم الحين هم اللي يردوني ما بيردون سلم والله معودت عليهم كرهت فتره انا من مرقيبه لحقتني كذا صغير ابوي موقفنا مشطرنا شوي جالس انا في الموتر انا واهلي مفتح الدرايش ماخذ المفتاح راح يسير على الندى بن عشوان اللي يوم لحقتني رحنا زبلنا ركبنا السياره قامت تدخل راسها من قدام وينك تبي تعض يا ولد ونرجع ورا ثم تجي من ورا تدخل راسها ونتقدم ايه خلاص ليش ما فيها جتني فوبيا منها من هالبل 5 سنين 6 سنين ما ادهنيها صادق الين كسر الفوبيا هذه القرد طحت سبب لي موقف وكسر موت الطمرة ايه عقبها رضيت على البل طلعت القرد الحين تدري ان القرد مو تعال تدري قلت حق الطايف خلني ترى مو موقع شراكه مع الطايف دفني حق الطايف هو يعرف القرود الطايف غير ما دفني ولد اخ رغد الله عمي رعيب فرماح المهم رايحين متشطرين من مخيمنا رايحين عند البل نشوفها مع عمي ما ادري ايش من ذكاح احنا والعوال المهم عمي ساج منا ويناظر في البل وانا متشطر منها ما في فنجيل ابو المهم عبد الله ويجي ولد اخوي عمي وانا كذا انا اناظر في البل ويدفني من ورا والبل قدامي ما يقارب اكثر من 10 ويدفني عليها ولا وانا ادخل من تحت على الراس في راسي راسي بجنبي بظهري بغيت تكسر ظهري توطت كلها جلست ما يقارب 3-4 شهور ما رقد من راسي ولا رحت فحصت وصار يجيني صداع الله لا يوريك المهم يجي يوم من الايام في المدرسه ويشوتني الاستاذ البدنيه في راسي ويغمى علي ليش طفيته حارس انا وشافني هلا هلا بطش ورش البيض مفقش الحب يا عبو فهمت ويشوتني يغمى علي واروح المستشفى الا ويطلع عندي ارتجاج في المخ صدق ارتجاج في المخ وليومك هذا اقسم بالله يا دحام انه يجيني وجع براسي مو طبيعي موت عرفت اللي يجيك السكر وينه يشد عليك ليومك هذا ما في سكر عطنا سكر انا احذر ضربه الراس يا عيال دورنا سكر تلقى في عند الناقه ضربه الراس قشره ضربه الراس قشره طلع لنا قشره رجع الجلسه دي خلنا نعطيكم قصه خلها لنا نجيب طريفه على قواتها اسلم يلا بس عد عد الكبيره معك لا ما عندنا كيف يكلم بدون صوت اقدر ايه فيلمت ايه بس بفلوس كم دبا 100 الدقيقه نزل الاسعار على اخر شيء الدقيقه صح الدقيقه ايه اخر شيء الدقيقه 100 لانه هم قايلين ما في تحتها والعام 50 بس هو حطها 4 دقائق 400 حط عنده طاقه ذهبيه عنده طاقه فضيه سلمنا على الشاي سلم على ذهبيه اقدر اكلم بعد صقر صح مرة عندي لكم قصة ولا قاطع غرد كذا مرة عندي لكم قصة بروح أجيب رقم مرة عندي لكم قصة صقر ولا عندي لكم أهلة حطي ما قال الدينة أخي أنا لاحظت حاجة ما عاد سولفنا سوالف هادفة ولا عاد جبنا قصص إنه طشي ما غير نطربق تقول مطردين والله العظيم إنهم شتتنا الأيام إي والله تقول مطردين والله العظيم انا مشتت مر كذا في الرياليتي لا تشوف
رايح ريالتي والله ما زدني ريالتي. هذا من ابو عثمان كل ما هذا عثمان يدعي في المسجد ريالتي والله ريالتي. انا اشوف ان ريالتي محطه عبور للنجاح والتجاره وهذه صح نسبه فيها صح بس ما انا ما توصل الله مرزقني ريالتي. يقول والله دعوه جميل يقول بتاخذها في الحياه والله صدق لازم نخلينا الجلسه فيها يعني انا ادقس بالله العظيم ان الحين صدق تقل مطرودين ها راسي لازم في قهوه ولا ما اقدر اروق قاعد يا دغيم الظلماوي الحين بديت اروق خلاص بالله عقلي بدا يتفتح رضيت علي الحين ها ولا لا الحين زعلان لا انت حاله خاصه انت في جنب لحالك عارف الحين هو الحين عم يقول انا بالكيف ما عمرك سويت يد له نعم هذه عشان انا راعي كيف وانا راعي كيف ما عمرك اخذت الشط وقلت عشان بس اسوي قلت انك حاطني في صفك واقف معك ما اقف رجلي لكن انت مجنبني مشطرني على جنب خلني في محلي اللي متشطرين فيه ها وينك راعي كيف قوم عم تسوي دله ها اي قبلك تسوي دله بس واحده بس وخلاص واقول انت ما شاء الله تبارك انت الحين راعي كيف انا ما قلت سويت وين ما شفناك لا غير كانت جبت الثلاجه صح اما دله انا اسوي قهوه مليون مره هناك لا لا ما شفنا ولا نسيت هذا بس تشب لنا بالله رضى علي عجة 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 رضى علي نعم ها ألا. لا ايه عطى لا لا انا اقول رضيت علي عشان افزع له لا لا تفزع له لا والله لا تفزع له لا لا اقصد انت تبغى كلمة الحق ابوي ايه ها الرجال ده ما قد سوى لي هو انا بسوي كلمة الحق بس ان متهاوشين حنا قلت ترضى علي عشان ادخل افزع معك لا تفزع معي لا تفزع معي انا لا تفزع معي انت عطني كلمة الحق الحين وبعدين عطي كلمة الحق انه والله شفته يسوي قهوه في المطبخ وين؟ اي بثلاجة بثلاجة لا انا الشيخ انا الشيخ وانت تسوي لي القهوه الشيخ فؤاد على غفله القم يا كرم ابو احمد هلك لا تاقف الشيخ فؤاد يا ابو انا اجيك اذببك الخريم انا يومك ما تذب لحالك والله ما عندي فيك والله حتى ما عندي فيك والله ما عندي فيك عمك تقول انا ضعيف انا والله انا روق انا روق للحين انا روق ما شاء الله ما شاء الله يا حلو يا حلو جلستنا عن قبل بث امس بلوت يا حلو يا حلو لكن يعني كنا يعني كبوتنا ما لا يعلى على اهلك انا قالبها طال عمرك ويعرضها مني بلد والله ثم والله البس يدير وانت تدير قول لي ليش ليش شوف اثنين يلعبون البلوت قابلهم انا واشوفهم يلعبون صح صدق حصلني اياف ماجد نادر اوه ماي جلاب انا الاثنين ذولا ماجد افضل ما لعب الرجال ذا يلعب يلعب لكن عليه فهاوات شكل له خويه هاص ايوه سبيت ويهرب له خويه سبيت اسد جسد والله يا ريت يعطيه شبيت والله لا تلموني ما ذاك يفرش ورقه قال والله كبوس والله لا تلموني هذا بعد الاخطاء علي بيه صح ولا لا؟ اهرب له هاص وجاني شريه اسمه جاني ديمن وينك رايح؟ ما اذكره خابر كيف كبس لعبتك وش طيب هي صح اهرب له هاص جاني ديمن ايش فيها؟ لا انت تقول الحين اهرب له هاص ولعب ليش؟ ليش يلعب؟ ما ادري حكم وش؟ شبيت خابر كيف كبس ايه تبي الشريه ايه رجال طال عمرك يلعب دلهم ايه تبي الشريه تاخذها جاب الشاي بالشريه ايه وانا معي الشريه كله ابوه انا ما عندي الا شريه وهاص كم مره ربحت انت علمني بس كم مره ربحت انا عشر بقيت اربع قطع في يدي حكم اربع قطع لعبت اربع قطع في يدي طيب. لعبت الاولى قرع ابليس اربع قطع لعبت اربع قطع بيدك اربع قطع لعبت واحده اللي هو كان 500 هو مع 500 لعبت الاولى ورحت كلها بقي 104 في يدي حلو تبقى قطعة غايبة أربعة كلها معي تبقى قطعة غايبة ولا لا لعبت ولد جاوبوا كلهم الحين بقى الباقي لوحده خلاص بقي 104 وش اسوي؟ ربعت هرب لي هذا هاص ما عندي الهاص يقول طيب. هرب لي شريه وربع مرة ثانية وهرب لي هاص كله هاص كله وش اسوي؟ هرب دايما خلاص لا ما كيف هرب دايما عندي دايما ما يقدر طيب انا كل ابو شريه ما يقدر ايش يقدر؟ اقدم عبد الرحمن ايش يسوي؟ اقدم عبد الرحمن والله يروح شريه اجل جيني شبيت يا حسين نسيت حق السبيت تراني ها؟ نسيت حق السبيت اللي كان كبوت حكمك وش؟ حكمك ما ضحكت لما قلت والله كبكبه لا والله ما ادري
انا هي سبحان الله ترى ارحب ولا منك كمختها البلوت انا كمختها خلاص اعتبرنا ما عديت اي ترى ما تقول ايش تقول بيعدي تعال 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 يا اخوي لعيد خزم ترك خشومه من اثنين بعد والله لعيب والله اني وقعت وجهك ابو ني يعني تبي تعزون فيسكم ما شاء الله تبارك الله انتم لاعبين ما شاء الله شوف انا شوف الناس الكباتنا شوف الناس الكباتنا اللي لعيبه سعد سعد ما ينافسني في البلوت في القرية هذه كلها اللي انا شفتها غير يقصرها الجميع على بعض والله غشوش والله انا انت وهو تغشون هذا غير صلاح هدلان هذا غير صلاح هدلان لعبنا لعب هذا غير صلاح هدلان طقطق عليهم انا شاعر انت وهو هذا شيء هذا من ضمن اللي طقطقت عليهم انا هازم بطل البلوت من؟ مسرع يعني هازم انا هازم كنت بطل ما هازم ما دولة ها؟ متى هازمت؟ والله اني هازم متى هازم؟ امس ما هازمت اتحلف انا ما هزم مصور مع اللي صور مع لا ما مصور انا مصور انا هذا انا داقه عميد والله اني هزم والله ما عمرك هزمتك هلا لا 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 بس راح اجحد لا ما اجحد اجحد انت اجحدنا كلنا حطنا فايزين علينا كلنا دايم اجتمع انا بس على لعبك والله ما هزم اجتمع انت وياهم ولعبوا الثلاثه لو تبون زين وتقابل انا وذا ولا انا وماجد نادر قلت لكم قبل لا يجي اثنين ذولا عطني اي واحد منهم والله ماجد نادر تلقوني اسبوعين فات بعد عقب وش؟ عقب وش؟ عقب وش؟ قومنا انا وانت قومنا همس همس قبل امس قبل امس يا لحظه لحظه عقب وش؟ كل عقب يا نصاب يوم يصور ابو سمره وقلنا تعال الشيخ عبودي صور قهوه رجال الجدن ما يركب الا ثلاث راسك ثنتين ما لا دحا واحده لا 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 يا قلبي لعبنا واحده ولعبنا ثانيه وقمنا رصيتك بثنتين لا قهوه يا عمي روح دحام تقابل انا وماجد لا ما هو اشرب اطشر فنجيب لا انت يا عبد الله انما هزمنا كان حسين قبل امس يا مزعلت انت من تسجيلتي صح ما فزت عليك انا بعدها لا ما فزت كم مره هزمنا عليه مرتين فزت عليك مرتين انا مرتين وانا اقول ليش ما يا اخوي تلعب مع واحد تلعب مع واحد اي شيء تسجيله لا يوم يوم سجل يوم سجلنا عليه يوم سجلنا عليه استضاق انا ما داري ما سجلت العب مره انا رجال مرتين واحده ولا تسجيلاتي كلها انا رجال انا رجال اذا لعبت مع واحد شفته يسجل يسوي السوايدي والله انها تزوم تبدي من اللعبه انا ادري ان هدفه ما هو فيه انا في يا ابو عبد الرحمن في بعض الشيء يسجل وبعض الشيء لا بس لا من اشد اللعب بس احنا نلعب ونسولف ما فيها اي شده لا 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 شال خويه لك لحظه مرحبا كيف انا ما لعبت رد عليك وخذ اكلتك خلى اللعب سمح صارت اخطاء لليل شال ورقتين شال بالقصه ورقتين شافها لا 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 والله غلطت ونزل وحده قال راح استنى لا ماني مزع قال عطه ولا ما غير ولد اعطيه لا لا خلص طيب اعطيه 16 اقدر سجلت ميدان ترى السجلات علي البلوت ثلاثة عشان نشوف شو سجلت علي اقول له اقول له وجيت الثانية تبي تسجل ايوه الثانية الثانية قلت سجل قاف طلعت عليك لقمنا عليك لا ما سجلت الا واحدة سجل واحدة لا واحدة سجلت انت يا حسين سجلت دخلت تسجيلتهم يوم شلتنا الورقة وشفتناها بس يا حسين سجل علي سجلت سجلت واحدة انا صح عليه اللي شال الورق ورده بعدين كشفه بيشوف ايش اللاعب تسجيل هذه تسجيل طيب ما 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 غطيت ايه انت لا قربت لا ما قربت لا دحا والله انك قالب والله ليه اسجل عليك والله انك انت تقول ما لمست على الارض اي ما انا ما قلبتها ما نزلتها ورقه فيديو سوي زي كذا بعد سوي زي كذا هي تسجيلها بس لو انت تقول لو انا ما بتقدي هو قلب هذا اللون ذا اللون هذه تسجيلها خلصي منها انا اقول انت سجلت ثنتين واحده جت لك واحده جت عليك قال لا واذكرك فيها الحين تذكرها الاوله يوم عبد الله شال الاكله وحطها عنده وهي اكلتكم سجلها صح الثانيه يوم حاكم هو وقال سجل على عبد الله قاطع بالديمن من اول حله قلت له ما هو بقاطع كشفها الا طلع ما هو قاطع دحام سجل دحام. عليه صح صدق ما يقطع شو بس سعد خلاص ما ضيعتونا من قصتنا ضيعتونا كمل كمل يا ابو لا بس شو اسمه يا ولد تلعب بعصابي انا ما احب اللي يلعب بعصابي يا ولد الشباب لا لا يسجلوا انت شفتهم هاك اليوم تسجيل مدني سويت على خمسه اوراق يقول لي تسجيل مين سوى صريح مالك دخل يا لو اسوي بثمان احنا نعرف نظام اللعب اربع اوراق ها اي بس بس ما لها شغل يا اخي انا العب معك استاذنت ولا لا اصبر استاذنت لا تدور علي الزله في السؤال ارقم لك يا رجيت استاذن انا ما طلعنا دحام 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 هي بلوت صح لعبه عاطل البلوت حقها طيب حق البلوت انه اذا انشد حق البلوت انه اسمع اذا انشد اللعب استاذنك اي اذا اللعب ما انشد انا سمح انا وياك ما هطره
والله البلوت ما لها طرح الا كذا. حق البلوت حق البلوت فن. اني موضع لعب والعب الفن بس. حق البلوت حتى لو تقطع، والله لو تقطع مشي تقول قطعت يا عيال. نعم. مو تقطع بخباته. قطعت يا عيال والله لا اقول لك شلها. انا ما ادور الزله عليك. انا بلعب انا وانت استانس. انت تبغى تحمس. انت يا ولد. تبغى ضغط. تبغى تحمس. يا بلوت شدة. سجل. هذه البلوت. هم انصح خليك انحاك والله. انت وناستك في التسجيل، انا وناستي مني حركه قصيتك في الزاويه. لا 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 كبر رصناك هذا الحد والله. انا بلعب رصناك. انا بلعب والله لو اطلع ما مشكله بلعب صح كريجي. خلاص الليله الليله والله العظيم ما حلى البلوت كريجي والله ما في الحين ضحك والله العظيم. هذا قول البارح يغشون يغشون وهذا لعب زين اللي يغش من لا لا ما يرغش طق عليكم فيصل. لا انا الريج يطلع عمره خربان يا رجال. يلعبون في البلوت يسحب الاوراق اللي طايحت انت عاد يدق دق. غش غش ايش رايك؟ نعم هو غش لا بالغش يعني لا يعني لا اقدر اقدر تقول لا سجل تقول ليه تسجل اقدر تقول لا عادي الله اكبر والله حاضر ولا سجل تقول لي ليه تسجل بين تفرش البينه لو تفرش سراك خطا بقول لك لا ماني مسجل شيل السراك لا برقمها عليك ما تسبها بالله يا حالات البلوت اجد سمك تسجيل طيب خلني هلي الليلة والله الليلة والله هني داق والله لارقم لك والله هني داق والله اه دقيقة شو أنتم هذا وأنتم تلعبوا الحين وبقي شوي على الفواصل كل واحد أقول لكم لا لا خلاص من غير الموضوع بعطيكم القصة اللي بغيت أقول قبل شيء يا رهسن تجلس تسمعي ولا إيه بجلس بس باخذ قهوة لأني بكلم عقب صقر أبو عثمان أبوه هذا زم الله عدوك لا هذا واحد مع الزوجة وين تشهد على الخليفة أسلم يا أبو عبد الرحمن لا تسأل هذا واحد مع الخليفة وكل ما راح معه أو مع وزير أمير أو كاد هم من المقربين له كل ما راح ودير اليه معه ولا صار أي شيء قال خيره ومعها الأمير يجي يوم من الأيام وينقطع أصبع الأمير قال خير الا كان خالتي قماشه على انا كاد انا كاد وين قطع اصبع الامير قال هو خيره التفت الامير بزعله خيره واصبعي مقطوع قال الله الله قال اسجنه أم يسجنون قهر الدحام وتدور الأيام وتدور الأيام ويطلع الأمير بسفينته وتضيع فيها السفينة ينزل في جزيرة اللي مسكوه هو اللي معه رب. يا 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 عندهم عادة يتقربون الملكهم على الجزيرة دي أطيب شيء عندهم يوم جال الأمير جاي وطرحهم وافق اليوم اللي تقربون فيه لأميرهم هم ياخذون الأمير قال ما طيب من هالأمير اللي يتقرب فيه للأمير ذاك يوم جاوا بيذبحونه هم يلقون أصبع المقطوع عليه وعايب ما يقدمون العايب لأميرهم هم يعتقونه هو يرجع دار الخير الحين قطعت الأصبع هم يمسكون رفيز هم يمسكون خويه اللي بعده على طول عبر عقب الأمير هم يذبحونه وتقربوا فيه عدل أميرهم هو يعتقل الأمير اللي في يده جرح إيه اللي مقطوع اصبعه الله الله ومسكوا خوية الأمير اللي معه الثاني يذبحوه وتقربوا فيه هو يرجع لهذاك يفك من السجن قال أم اصبعي وقطعت اصبعي فعرفت الخير والخيرة فيها لكن أنت سجنك يوم سجنتك إيه ترى يوم سجنه قال خيرة قال سجنك يوم سجنتك وتقول خيرة ليه قال ما هو أنا اللي دايم علي مناك قال لا قال لو رحت معك انا اللي ذبحوني محل رفيجنا اللي ذبحوه خيره لي ولا صارت لي خيره انك سجنتني وصارت خيره اني انقطع اصبعي من ضمن سوالف خيره ترى خيره صدق خيره ما هي كلمه ايه واحد من اخويا وكل ما راح قال خيره خيره ونغثوا منها اخويا غثوا يقول لي تكون خيره ايه دبت سبوته لا صار شيء خيره هم شادين لا والله ما هم شادين لا مسافرين على ركايبهم تقلها التجارة تقلها القافلة يوم امساهم الليل هم ياخذون نياق رفيجهم حلاله يروحون به ورا الظل يحطونه ورا الظل
قالوا عشان اصبحنا نقول له سلبت وراحت. هم راحوا يوم اصبح الصبح، وين يا فلان وين حلالك وين حلالك، قال ما هو فيه، قال خيره. خذوا لهم شوي يجيهم قوم غايرين عليهم، خذوا حلالهم كله اللي عندهم. يا مجلل كبل بعيد، قال يا فلان والله انك صادق يوم تقول خيره، حلالك اخذناه وحطيناه ورا الضلع، وجو ذولا غاروا علينا وخذوا الحلال كله من عندنا وما بقى الا حلالك راح تشوفها ورا هناك. اخذها الخيره الخير والخيره، الواحد اللي يؤمن فيها صدق. اي والله عبر، والله عبر سوالف المواجد تواريخ على النهج هذا والنظم هذا، ولكن احنا من تالي تقول سولفنا الشباب قبل شيء مقلين في الايام الاخيره. اي والله اخذنا الرياليتي والله كثر الرياليتي. امس دحام قبل برايم تقول دحام قبل برايم يقول مهديه، قلت انا ظني بطل، يا رجل خيره طلعت انا انت ولا طلعت انا خير؟ قول لي اي والله خيره، والله ما تدري ايش الخير والخير. لا والله انا قبل ابراهيم والله ولا اقطع واردك مسكني ماجد بن نادر، وما مسكني احد غيره ولا علمت احد غيره. قال انت رجال تبي تجاوب ولا لا؟ ماجد من يوم ما قبل درى اني رجال ماني مجاوب انا. قال انت رجال تبي تجاوب ولا لا؟ قلت يا ماجد انا والله ماني مجاوب. قال خافت اطلع؟ قلت والله لو اطلع يا ماجد ماني بقايل فلان فلان، ما هو نقص بس ماني متقبلها، أنا ماني متقبلها. والله يا ريجي إني يوم أطوف السؤال وما جاوبه إني أتخيل إنهم بياخذوني أنا، إنك ليه ما جاوب متعمد طلعوا برا. السؤال الأول ما جاوبت، الثاني قلت ماني مجاوبه. لأكلت بصل في شبع. دحام أنت تعرف الأسئلة صح؟ الأسئلة قصدها الأجوبة. أعرف أعرف الأجوبة. حسوك تقول تعرف الأسئلة من مبطي جاي. لا لا تعرف الأجواب. إي أعرف أعرفها كلها. يا استغربت شو بدو اسوي قلت اي لا معروف يا انا واضحه انا لا مو عن كذا ان جاوبت لو قال خذ لك 300 ودورها لك جاوبت وخذتها ترى لكن اخصم على من مو بنت كل شيء بالدواسر كلكم نظرتكم لي واحده ما ودي اخلفها مو بنت كل شيء بالدواسر انت وقلها قوي محمد عبدو صح الحمد لله معي بتقول محمد عبدو صح مو طلال طلال ايه مو محمد عبدو طلال مدح لا مو محمد عبدو لا اول واحد غناها طلال 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 مدح فوق هامس فأقول لك والله لو طلع أنا مؤمن بالخير والخير صح إني نوبة استوجع ونوبة استضيق بس يا أخي لها لذة إذا أنت آمنت سلمت أمرك لله سبحانه صح. وش أنت يا ضعيف ذا اللي بتدير أمورك وبرادة ما فما بالك بالله اللي ذا الليلة السوداء فوق الصفاح السوداء يعلم عن النملة السوداء ما هم دارين عنك عن أمورك عن اللي عالم الارض من مشرقها لمغربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول لو في مضمون كلامه ما اعرفه نصا لكن في مضمون كلامه يقول لو انكشف او انكشفت الاقدار للمسلم او للعبد في المستقبل ما اختار الا ما اختاره الله له ما انت لو انكشفت لك يقال لك اختر ما انت مختار الا اللي اختاره الله لك نوب بتقول انت لا والله يعني تاخذ لك 5 سنين تذكر كلامي هذا تقول يا ولد دحم كل يوم قال الكلام هذا عن عمر رضي الله عنه وارضاه وانا صارت لي هالمصيبه ذي والله لو انه انكشف لي كل يوم اني ما اختار المصيبه ذي انت ما تدري المصيبه ذي يمكن تكون سبب في عتقك من النار وسبب في دخولك الجنه بعد رحمه الله سبحانه وتعالى لازم تكون مؤمن ان الله اعلم منك احكم منك ارحم منك اكبر منك اعظم منك اسمع صفاته لازم تؤمن بها كلها أخويا بن يوم مجي طلع الحج بالقار على راس القافلة المهم أنه انجرد على القافلة وتقدمهم مسيرة يومين وثلاثة ليالي يمشي ويتفكر في الملك اللي ولاهم الله هذه الديار كلها لحاله المهم أول ما دخل قطع من العراق وداخل على جزيرة الحلفاء بن يوم مجي المهم دخل الجزيرة سلمت الحمد لله المهم يا طويل العمر والسلامة رجال لحقه تعب ويبغى يدور له مابير أو شيء أو ما أدري كسرت المهم يا طويل العمر والسلامة يشوف عندك والله ما أدري الشيء يشوف له هذه الشجرة يا طويل العمر والسلامة قال لعل حولها بير عندك والله ما أدري المهم بالفعل سلمت. يوصل عند البير يتلمح ولا تحت الشجرة
عجوز تلمح ايه تلمح نعم مع عبد الله هي ام زهراء ايه تلمح الا تحت الشجره عجوز وبنت في هذا المقطع المهلكه اعطي فنجان طيب المهم يوم جاء الرجال يبغى ينزل من فرسه الا تلقوه العجوز وبنتها العجوز وبنتها ايه قالوا نسقي خيلك ونسقيك وتعطينا مقسوم قال ابشر وهو نازل طيح من سر الدهب سر الدهب المهم البنت عاد عند البير تنزل مع العجوز وشذا وش عندكم وش عندكم هنا كثرت الشاحن وكذا 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 قالت يا ولد ماكو خليها على الوزن هذا احنا عايشين هنا قال لها عايشين في هذا المقطع انت وبنتك ما عندكم احد كيف كيف علميني كيف انتم عايشين هنا قالت نحن لو درينا كيف عشنا كان مثل لكننا نعيش بامر الله يا سلام يا سلام نحن لو درينا كيف نعيش كان مثل لكن نعيش بامر الله سبحانه وتعالى جثى على ركبه وبكى بليغه كلمتها بكى وش بك يا ولدي وش فيك وش فيك انت يعني باين فيك هيئه الغنى وهيئه الوقار ومن انت قالت ذي من انا قالت لا والله ما ادري قال انا خليفه المسلمين خرجت للحج وخرجني الله من القافله مسيره يومين وجيت حتى وصلت عندك الله اكبر ساقني سوق لها ساقني الله اللي ما تدرين كيف تعيشين ساقني الله للسوق خلا هذا الكلام ولا البنت تمد لأمها قالت يا أمي هذه السرة طاحت من الرجل قالت تفضل يا خليفة المؤمنين يا أمير المؤمنين هذه طاحت منك كنت نازل قال بنتك أحد طلبها منك تزوجت لا تلاهم قال أنا أتقدم لها وانتو بتعيشون أنا أتقدم لها بيتزوجها وانتو بتعيشون عندي تشوف سبحان الله ابن آدم ترى ما هو في تدبير نفسه هم هو أول ما هم في بيته لا لا عايشين في الصح في العراء يا أخوي لو نؤمن لو نؤمن ابن آدم ما هو في تدبير نفسه في تدبير الله سبحانه وتعالى غير متفرد في تدبير الله سبحانه وتعالى لا تقول كيف ولا تقول وش بيحصل ولا تقول شيء ما هو منطقي تدبير الله سبحانه وتعالى يسوق لك الأرض ومن عليها يسوق لك السماء يسخر لك كل شيء يا أخوي سفينة نوح سفينة نوح صفق الموج فيها صفق البحر اذكر في كتاب قريته الظاهر لابن كثير صفق الموج فيها والبحر يقولون عن ثمان قنابل هيروشيما سفينة نوح ليه؟ لأن البحر كانت الأرض كلها ما كان محيط ولا بحر الأرض كلها بحر يي يا الحماس لا والله أنا قال يذكره يي يا الحماس يا أبو نادر هذا أريد زمان راح ميت على الألف وين أريد زمان راح وش يسوي أخو الواحد يدور العيش يا أخو الواحد أيام هذا يدور الحقاب يا زقلك يا أبو نادر الركائب روح حلم الهرج كمل في الأبواب من حيث الهقاب أبا برد يكمل زهابه ما تجمع ضايرين في البخل في مقدم شبع أنا هي رجل يا جا إيه بس دقيقة يا جا سووا نفسكم سووا نفسكم ما في لو يناديكم لا تردون عليه والله خاص يسول اصبروا انا مشكلتي اني لا بالله انا بعد والله اني اصبر انا والله اني ما اقدر لكن بصمت ننسم ولا دون ننسم لا هاي سولف بدون وهم اقول ننسم اقول سولف واعلمك هنا احنا نروح طال عمرك بلبل بلبل طلعنا من طال عمرك طلعنا من حالي راح تروح حالي تراني ايه عاد ربك حالي عاد طال عمرك عاد بجيتك رهيب يوم جينا عاد طال عمرك السلام عليكم ونجي عند محطه السبعه طال عمرك السلام عليكم حنا لهلا البن طال عمرك يا ولد يحاول 20 غرفة السلام عليكم المهم انا قال ثلاثة من الربع طال عمرك ثلاثة من الربع طال عمرك يبون يبون الشمال ده السلام عليكم طال عمرك ثلاث طال عمرك معنا أربع غرف ربع ويت وأربع معنا تلها وناخذنا شهر طال عمرك هنا عند البن هذا ويجيني قبوز درسيتك وعقود ما مريت حاله ما تجيت لا حاله ما تجيت مره ها مره ما لا ما يجي لازم والله تجي ابو ها لازم تجي اليوم على المطر ضروري تجيها بس صدق لازم تجي حاله ابو دايب انت وين انت انا ترى في القريه الرصيديه صدق طيب ها هات يوم تشدهم هالبن ايه فدينا تأخر على أنا الوسم
ها ايه يلا هلا مهما جانا المطر قوي 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 كنا نبى الحين احنا نجهم وين تروحون؟ نابا نابا يا طويل العمر السلام ولهنون السامعين نابا ما بين المدينه المنوره وخميس بشيء كيف المدينه خميس بشيء؟ ما لا هو من المدينه المنوره خميس بشيء اي للمودي حدد اي ما له اسلم المهم انه سرحني مسرحني السلام تعرف البرد الموات الكبار تحترم والمهم نمشي 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 هذا من عند شمع الماضي لا خلينها على يسار شمع الماضي احنا رايحين متجهين للغرب بالله اي الوكادي مكتوب اسلم 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 اي صح مكتوب حشوه الشوكولاته اسلم وش يقول؟ ايوه هذا مريت حشوه الشوكولاته ايش يقول؟ اسلم والله لا علم والله ما اقدر اتحمل بندر يقولون لا تسولف لا تعطي بندر لا تسولف مع بندر وانت هندل هو يقول هذا وذا هذا يضغطهم كلمتين اضغطهم تعجبني انا اسولف معك يا ما تقول هندل هندل انت وش قالك لا خربها معك ليه ليه تخرب المقلب ليه مقلب خربته لان بندر بندر زين الجلسه اللي يجي فيها كيف قلب على حيوان الراس الله يحميك يا ويلك ها بندر نزل المقلب في القناه ها نزل المقلب معاك معاك ماجد 3 ساعات مقلب لايك سبسكرايب عيال تحدي شو المقلب البارد ما صملته بدرج هذا بدرج عانى عانى هذا لازم لازم انه نشوف له حل طيب يا اخي لازم ندور له حل لازم نشوف له حل جود انا ما اصمه زي كذا جود اسمع انا لازم اوديك انت والرجال هذا هو الثالث من لا اثنين انتم فيصل فيصل لون اي بس ودنا بالهجزه بالهجزه يا بال الشركه ابو سلطان شركه لبحث المخ والله هذا لا يبغى المستشفى هذا الان تكفلت بطال عمرك بندر مطيري ومتعب وعندي على حسابي وعندي انا سلطان على حسابي ابو سلطان على حسابي ابى اسوي بشوف هنا وش فيه هنا مخ ولا وش صدق صدق لازم انا مرات شوف مرات من ايام ماراثون طبعا انا كنت بسوي لك انا مرات مرات ترى تقول الكلام ذا اقول يا دريدي ترى جانا عامل اخذنا ترى عامل فيه ارتجاج سلام عليك حاضر بحاضر سلام صرت تلابس الرجال ابو فهد احنا نشغله عن في العزبه واحد يسرح ثاني في العزبه رجع يا ولد يوم يجي يجي على كل ما ياكل ما غير يشرب شاي وياكل اكل خفيف واللي يجي ارسلته كلام زين وبس اني اشرع على اهي ريجين احيانا وانا اجيهم اجيه على الصدفه زي كم اجيه اللي يسولف مع ناس اعوذ بالله صدق صدق هذا الله لهينك يا بندر يا والله العظيم انا تدرون معي قيلون عصبي اسال لهند بندر اسال اسال الو كاد تقطع سالفته؟ اسال اسال الرجال معي ارتجاج في المخ اي المهم اليوم اللي جيته ها اسلم اسلم اسمعك ابوه اسلم اسمعك انا المهم اليوم اني جيت يجي قام يسولف يهرج عرفت؟ اسلم مثلا يقول ايش؟ اسلم اسلم بجيك بجيك دقائق اسلم 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 ابغى اسمعك اسلم قدام انت وياه لا والله اسلم نظرة تداوي اوه العين يا اخي اسلم افهمها يا اخي اسلم افهمها هذا لا حي راسك يا ولد هندل هو يا ولد دهن دهن نفتح البطاطس كبير نفتح زي كذا نصفها بالعصيرات زين زين ايه سمرة يا الربع انتم ترى هذا صدق صدق تم حياكم الله لا 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 سرقات البقالة اقوى سرقة سرقتها في بقالة مثلا كيف 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 طريقتها يا ولد ودي عليك بسالفة ها اسمعي علي لا نبي عليك انت صدق
علينا. كنت سرقت في بقالة عبد السلام. ايوه. قل الله يسامح الدير. عرفتوا ال عرفت البسكوت جالكسي مدري كيف هو جاي في حبوب سفاري على اخضر 90 على اخضر ايوه بابي شبكت مع مدري انا قال وانا ادخل بقاله معلم واحد من العيال قلت اسمع امسك العامل له قول الزيت ذا وش نوعه بس ابعد عني وقعدوا الطاولة قدامي على طبعا بقالة الديرة عرفت الطاولة الخشب اللي كذا حاطه في النص وحاطين عليها كراتين حقتها مسكين وقعدوا انا لقي جيبي طول العمر وانا حفش من قريب وانا اضف العامل هنا وحفش وحفش لي مليت مخبر وانا اطلع هذه اقوى سرقة سرقتها علمك وانا اطلع طول العمر اجمع المخابين وانا اطلع ياخذ واحد من العيال يسولف معي شوي في الحق ها جبت المساكين تو يا ولد تعال وانا اطيه وانزل العيال والعامل واقفين وين عليكم بطك ينظر فيني يسوي سكه هذا اللي قالك جاي منها شباب عبا كلب انا يوم وزت العيال وانا ناظر فيه وانا اسحب ذا وانا ارده من المخبى وانا اطيه من المخبى قلت مسكين بساطه كذا ابد لن يدري اني بتصفق يا ولد بريء بريء والعيال بيهجون بريء اليوم انك صغير بريء الى الحين إيه بريء وانا اعطيه طول عمر هي الى الحين هو بريء ما له خنزه بريء ابو بريء انا شنو خبر هاي شنو رجال اذكر عبد الله بالخير مسي عليه بالخير هذا مثلا رجال ما ينسى سالفته اي لحظه سالفه حصريه حصريه مشترى والله اني صادق مشترى وفي هندي في البقاله الله يستر كان شو نسوي؟ دخل كان يتهاوش ويا عبد الله دائم هو مقطع ولدك عرفت هو ذاك قطعته نقطة ورقة راح عرفت هو شو اسمه؟ الايس كريم ابو كيس هو يا دبسي تبيع ايس كريم الحويدة البيبسي بيبسي والله انسان تبيع ايس كريم والله العظيم لا تقطع السوالف وفي فيمتو يا اخوي يا اخوي اللي يحط يحط في كيس لحم ايوه وتقطع اطرافه وتقعد تمصمص يا هذاك زين زين في رمضان هذا نسميه حويده احنا يا ود انا افكر اني افتح لي مشروع طيب اسمع سالفه الرجال انا ودي افتح لي مشروع كذا مشروع اقطع نفسك لين حلو واحط الايس كريمات هذه بندر لا تقاطع بندر اقطع نفسك لين اسوي عادي عادي نسويها تبان نسويها هنا ولد الرجال يهرج انا اقول انه ودي اسويها في القريه والله نسويها تجي والله انها حلوه واخذ ناخذ المثلث هذا المثلث هذا وما نبيع الا حويده فيه والله انك غبنت شلون يا ابو ثاني انغب انا رجل والله اني زعلت ايش يا ابو ثاني ابو كاد صدق صدق والمهم دخلنا في بحط ثلاث انواع الهندي يا ولد الهندي اي الهندي المهم ولان هو يتناقر ويا عبد الله داعي صدق يعني يجي بينهم ابو كاد احنا نبي ايس كريم ويفك ثلاثه ايس كريم زي كذا ويجي يفك عبد الله بيغير مدري بيبدل واحد والهندي يجي زعلان ويفك لك الثلاجه بسرعه زي كافليزر فكه كذا ويضرب حجاج عبد الله هنا سلام. بس تقطع بسيطه هنا ولا دم تو يسوي الهندي ويا زبل لا شو اسمه لا داخل عبد الله يسوي نفسه زعلان احنا صفه في الابتدائيه والله انا سو انا مستوعب تخيل عبد الله بيضرب ذا ومدري ويش قال يلا ويجيب اللزقات ويلزق على عبد الله ما طلع دم بسيط ويجيب الاكياس ويعب الاكياس وهي تبرد شو اسمه السالفه وعسكري برد احنا في عزاء على الحر القوي قال اسلم ابو نادر ايه احترد برد والله انا برد سالفه لا والله بس والله تبغى صدق ايوه اللي تعب يقول انا طيب ايه طرها سوي ترجمه عندنا بقاله صغيره مسويها جرد اللي منتهي تاريخه يحطونه في الزباله المهم مسويها جرد ويحط اغراضه حط له خبلي بسكوت الامامه ايه كيك كيك ما ابي كيك بس ابغى بسكيت اي كيك كيك يلا طال عمرك الكراتين حول ثلاثه حول الزباله حولها كامله ما فكت من دين تاريخها انا توري ترى يجي وهرجك على المتابعه اقسم بالله قهوه وراه ما يمرض يوم ذاك اللي نسولف في نيويورك يوم تقول ما يمرض لا يجي في شيء اسلم اذكر الله اذكر الله ان شاء الله تبارك الرحمن وانا عاد بيبعت من العيال قلت يا ولد حلو ابتدائي قلت يا ولد خلينا ناخذ الكراتين هذه وندشها وكل يوم نرجع بنص ولا بريال ونشتري بنص ومدي تاريخ يا ربك يا عبد شوف التوقيت وسيعه يا ولد يا مخ
ولي عادي يا ولد هو جوي يا ولد انا لا سويته يجيني ثاني بضمير وحنا احنا ندش شاطئ عمرك الحديقه دفن دفن لقيت يدفن هذا الدفن ما نبي ما نبي الهدر ما نبي اي اثر وكل يوم كل ما جاء عصريه ماخذ من ابوي فلوس تبى فلوس قلت له معي الحمد لله ناخذ بريال ولا بريال ونص بسكوت ثلاث حبات ونروح نردها هالايام لنا هبق هذا من نجيب البسكوت كله له ويطرحنا ما قرا الانتهاء ما قرا احنا صديق برد هذا يروح ما تعامل ما يعين فيك يحاسب يوم طال عمرك جاء يوم جاء العصر من البكره يا اللي كبر لا احنا عاند بنحافر بناخذ البسكوت خلاص ما بقي غير ثلاث حبات وينتهي ثلاث كرتي يا معنا عينا ورا للعامل متعد بالحديقه حي رقص يراقبكم ما رق... ما درى عنا احنا اخذ ثلاثه بالشكيت ونروح للبقاله ما درى عنا احنا دخلنا البقاله مرتبكين قلنا بس انا كاشفنا هالحين احنا ردينا ويوم رجعوا احنا زودنا يوم دخلنا البقاله قال تعال هات بسكوت احنا صامدين قلنا هاك وعاين بي لمدي تاريخ ويروح للي ردنا ان ثلاثة شبيع الرد والناس تاكل من دي تاريخ الله يبقى في البقاله والناس تاكل الا ثلاثة اسابيع من دي تاريخ يعلم ابوي ويعلم ابو اخوي هذا وجلده والسوالف من الملي انا اقوى سلمه ما جبني اقوى سرقه سلمت اقوى سرقه والله العالم يسلموا اقوى سرقه سرقتها واحد شاطري الله يذكره بالخير في حايل سرقته دقيقه سرقته العسل هذا عشان يجي غالي البقالات انت اخذت دجاج من البيت رجعتها واخذت الدرهم ما تسوى هذه لا تتعلم والله فكره حلوه والله تفكرون يا عيال انتم انتم تخوينا يومين الحمد لله اسلم يا حليله حليله الله يقرا لي سكبد اسلم والله لا ترتاح هذا اذا ارتاح للشخص والله العظيم راه جاي والله اذا ارتاح امس ارتاح يا ريجي لا يا ولد يرتاح لاي واحد اي واحد لو جيت لي سؤال اكتبوا نادر وانت طرقت للسؤال طيب نادر شد يا ولد اسلم شاطر كرسينا هذه واحد شاطري الله يكرمه خير معطينا فري انا واخوه فري ولا فور زين فروه ايه حلو فروات فري فراوي فراوي فري فري مو فراوي انا اقول فري فري ويش فروات فراوي فراوي ما هي فروات لا ما هي فراوي فراوي وش جمع الفروه فراوي 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 فروات وش ولا احد وادعم مش فراوي فري 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 خلينا نعرف فري يعني مجانا فري المهم فري بالانجليزي مجانا خلينا نعلمك انا واخوها الصغير احنا ترى كذا فري معطينا الفري طول العمر وقاطع الفرو سلام بين الفرو وبين يا سلام عليه الله سلام ودخل سوبر ماركت كبير معروف سلام يلا من مر من عنده اسياب مين يسار نطلع نتخاخر يوم نطلعي السرقه ذي اللي صوتها قرطيس والله اني ذليت ادخل نار منها من السرقه ذي اقوى سرقه سرقتها ها ارحب صوتي يروعي رجالة لا رابط اسلم اسلم رجال يجيني ثاني بضمير ورا عيني يا اخي لا ثاني ضمير انا ورا عيني يا اخي ثاني ضمير يمين وانت يسار يا ابو اسلم اسلم والله عندك والله اسلم اسلم سالفه قطعتوا هاي خنا ما ادري قطعت خلاص طلع الرجال بلفي لا بالله اكمل لو لها لا والله بلا اكملها والله ما اكملها ها قد انت والله ما رجال تكفى كملها الرجال لا تكمل يا رجال الرجال يسمعك انت وياه يوم جاي تقاطعونه لا واضحه والله واضحه يقول تاني بضمير انت تاني بضمير انت تاني بضمير يا رجال بانت ما جاك تاني بضمير بينه ونعمل من حمي بانت بينه ونعمل من والله لو جيت اسوي شيء يا ريجل وشان هاي في اشياء والله اني انعم اسويها بس انه إيه انت قطع شافت الرجال شافت الرجال باقي ما جاك يا ولد يا صاير اقسم بالله ما عاد ما عليه ما عليه اسم منه انت بتسولف ولا لا؟ اي لا اسم منك ابن عم وفيد اسلم والله ما يسلم غير انت اه والله والله ما يسلم والله ما يسلم والله ما يسلم الا انا
حي والله من من الخابر اللي يقول والله ما يسلم من والله ما يسلم قال يسلم يسلم قال والله ما تسلم ايه فيصل قال والله ما تسلم اساس اساس ايه فيصل ما ادري ايش يذكرك بالصدى لا جيت الدق المساء المساء صح الله طيب ايش ذكرك بالصدى وش الجائزه كرتون دجاج يلا يلا اساس ادري شكلك يلا 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 ما ادري لا تاكل تاكل والله عماني طيب لا باقي حبه صوت صوت هذا لك كرتون كيف يا ماما ولا عليك اسمع وش ذكرك الصدى تحفل مسحه قول مسحه بسرعه قول مسحه مسحه شبت النار لك فري 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 كراتين فري كراتين فري كراتين اكلت بسكوت مو نادر صد يا سوالفكم حلوه ما خليتوني اسولف تمزح انت ما لا 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 حاطه في كرتون ثاني الحين كيف بيتغدى ما ادري كيف بيتغدى انت ما تغديت صح؟ ما تغديت والله ما تستفيد يا ابو نادر ليه؟ يمر ابو هذا ياخذ كرتون ياكل بسكوت ولا يتغدى يا ابو نياف الله يقول له شيء يا ابو نياف زين ابو نياف والله شوف انا طلبت ابو نياف والله لي يومين لمحت له وبغيت اسوي سوات الربع وادخل قلت له والله شيء انا في وجهي سوات الربع؟ ايه انت مسويها قبل يسوونها حي الراس والله ما ادري لا والله جاني يوم شطفنا مع قبل رسمت انا اذكر انك تبي لك شيء من محلي مدري وش قلت له قرمشني انا اقول لك كذا قرمشني اي صح الله يذكرني عندك يا ابو عمر عندك كيك يا رجال لا اقسم بالله يا المحل ذا الاول الحياه اني لا اتعدى ما اخذ لي كرتون وراجع اقسم بالله يا عندهم كيك كيك التمر يو ما شاء الله مع الحليب وي لا حلو لا لا مو مع الحليب مع قهوه اذا بروح اجيب لكم شبه نار وبجيب لكم برات حليب وبجيب لكم كوكا تعال النجم يجي يزيد يلا قبل يذن قبل يذن الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر شهد ان لا اله الا الله شهد ان لا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي للصلاة رسول الله اللهم هذه الدعوة الإسلام والصلاة القائمة
البشير الفضيل ومقامه المحمود الذي وعدت انك تخبر الميعاد رضيت بالله ربي. السلام على محمد النبي صلى الله عليه وسلم.